غنقترح عليكم شوربه سهله وخفيفه بالبطاطا والحوت. فكنعرفوا دابا انه مع البرد الجو مازال بارد، وكنبغيو في العشاء بالخصوص حاجه اللي هي سهله في التحضير، تكون خفيفه في الليل وكتدفينا في نفس الوقت. اليوم غنقترح عليكم شوربه اللي هي بنينه بزاف وما غاديش تشبعوا منها، شوربه بالبطاطا والحوت. غادي نحتاجوا في المقادير باش نحضروا الشوربه 4 ديال البطاطات متوسطين ومقطعين مربعات صغار، 2 دامتي بالمذاق ديال الحوت، 2 كيسان كبار ديال الماء يكونوا دافين، بصله وحده متوسطه محكوكه، من الافضل نختاروا البصله البيضاء، 4 كاس ديال القشدة الطريه لا كريم فريش تكون خاصه بالطياب يعني خاصه بالطبخ، شويه ديال الابزار، معلقه كبيره ديال الزبده رطبه واخد درجه الحراره ديال المطبخ، طريف صغير ديال الحوت هبره، اي نوع من الحوت الابيض سواء عندك يعني صولا ولا ميرنا ولا فرخ حسب اللي متوفر عندك في الثلاجه. فهادو هما المقادير، وقلنا باش نحضروا شوربه بالبطاطا والحوت غادي نحتاجوا في المقادير قليله وشوربه سهله في التحضير. 4 ديال البطاطا يكونوا متوسطين وقطعوهم الكرويات مربعات صغار، 2 دامتي بالمذاق ديال الحوت، 2 كيسان كبار ديال الماء يكون دافي، بصله وحده متوسطه محكوكه في الحكاكه الغليظه، ومن الافضل انه نختاروا البصله البيضاء، 4 كاس صغير ديال لا كريم فريش ديال القشدة الطرية تكون خاصة بالطبخ خاصة بالطياب، شوية ديال الإبزار، معلقة كبيرة ديال الزبدة رطبة واخد درجة الحرارة ديال المطبخ، طريف صغير ديال الحوت هبرة، أي نوع من الحوت البيض عندك سواء الصول ولا الميرنا أولا فرخ حسب اللي متوفر عندك، غير واحد طريف صغير. وبالنسبة للطريقة لتحضير الشوربة ديال الحوت والبطاطا، ففي طنجرة على عافية متوسطة أولا في الكوكوط غادي نذوبو ديك معلقة كبيرة ديال الزبدة رطبة، وغادي نضيفوا ليها بصله وحده متوسطه محكوكه في الحكاكه الغليظه، وقلنا من الافضل نختاروا البصله اللي هي بيضاء، نحركوا هذيك الزبده مع البصله بالمعلقه ديال الخشب، ثم كنضيفوا دوك 4 ديال البطاطات اللي بعد ما غسلناهم وحيدنا لهم القشره وقطعناهم الكرويات المربعات صغار، كنضيفوا البطاطا على الزبده والبصله، ثم كنزيدوا داك الطريف ديال الهبره ديال الحوت البيض سواء الفرخ او الطريف ديال الميرنا او الطريف ديال الصول، المهم الهبره ديال الحوت اللي تكون غير الهبره بوحدها ما فيها لا شوك لا والو، نخليو هادشي كله كيتحرك مزيان على عافيه دائما متوسطه. وغادي ناخذوا 2 دامتي بالمذاق ديال الحوت، وغادي نديروهم في 2 كيسان ديال الماء دافيين، نحركوهم مزيان حتى تذوب ديك دامتي يذوبوا في الماء دافي، ثم غادي نخلطو مزيان وكنضيفو هذاك المرق ديال الحوت غادي نضيفوه في الطنجره ونبقاو نحركو، ومن بعد كنغطيو على الطنجره وكنخليو كلشي كيطيب واحد 20 دقيقه يعني ثلث ساعه. ملي كطيب لينا البطاطا وباقي المقادير من بعد كنطفيو عليها العافيه، وكناخذوا هذيك الشوربه بعد ما كيكون كلشي طاب فيها كناخذوها وكنديروها في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، كنطحنوها مزيان وكنعاودو نرجعوها للطنجره اللي كانت فيها، وكنديروا عافيه مهيله عاد، وكنبقاو نخليوها واحد 3 ديال الدقائق. من بعد كنزيدوا داك 4 كاس صغير ديال القشدة الطرية لا كريم فريش اللي كتكون خاصه بالطبخ، كنضيفوا داك 4 كاس صغير ديال لا كريم فريش وكنبقاو نحركوا على عافيه مهيله جهد واحد 5 ديال الدقائق، ومن بعد كنطفيو عليها العافيه كتكون شربة وجدات، كنقدموها في زليفات وكنرشوا في زلافه من الفوق في الوجه ديال الشوربه، كنرشوا اما شويه ديال معدنوس مقرد رقيق اولا شويه ديال لاسيبوليت ديال توم القصابي حتى هو مقطع صغير، فكتجي شوربه اللي هي بنينه بزاف ما غاتكفاكمش فيها زلافه ولا جوج، وغادي تعجب حتى الوليدات الصغار لانه دافيه ومنسمه بمذاق الحوت وبالصحه والراحه.